عجبك في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة؟ اوف، كينج افريكا ماتش جادورش افريقيا فيها ماتش لعيبه مثلا كتير وكلهم لعيبه كويسه جان جدا. فوندرا فار جوكادورش لو احنا جبنا وزيكا اتكلمنا عن ديجيتو اسماء وستونيتو جوكادور نمرويت اسماء في وانا افريقيا، انا بيه هتكلم عن الفريق اسيستو المصري نمرويت اللي انا كنت متابعه، دونو مرويت بيجيتو حبيت مكان رقم ديجيتو 8. جوكادور رقم 8 ده بيلعب بطريقه وجارلا عالميه، وفريزي عارف بيعمل ايه كويس جدا، كوموش جارلا تحب جوكادور تتفرج جوكادور عليه في الملعب، فار جوكادور بتشوف مكان نفسك انت بتعمل ايه وبتقارن الدفاع بينك وبين بتاعهم زمايلك. ولكن رقم 8 ده كان شاغلني جدا وبيخليني افكر زير دايما. بورتو ماش بودي زير ما زلت فاكر الرقم اشكالو بتاع التيشيرت ماكاتوس بتاعه اعتقد صوت تمام سوبر لان هو كان سوبريم بيقدم مباريات شايفين عالمية. كوموش جارلا يعني وكوفاريتش مش عايز انسى حد ومش عايز حد يزعل ده مني، بس اعتقد يعني انا تعتقد مركز صوت اكتر تمام مع مصر، موت بون جوارديولا وعشان كده ده فار الرقم جوكادورش الثمانية ده كان احسن حد اعتقد يعتبر كوموش بالنسبة جادورش لي انا شايفين شفته، كوموش نظر النظر في او كام يعني سنة انا ميتا كواليداد لو اتسألت في اي مكان هقول يعني ان هو رقم 8 في الفريق المصري. امام عاشور، اسمه امام عاشور، وبيلعب في النادي الاهلي اللي هو النادي صاحب التيشيرت الاحمر اللي انت حابب تلعب معاه. انا عارف، انا عارف الفريق، ولكن الاسم كان فعلا تايه عن دماغي. رقم 8 فعلا بيلعب بطريقة محترفة جدا، وهو احسن حد يعتبر انا شايفه بعد النجوم المحترفة برا مصر، وانا شايف ان كمان رقم 8 يستحق ان هو يجرب يلعب اوروبيا، هيثبت نفسه في اماكن كتير وهيبقى احسن من لعيبه كتير انا ممكن شفتها او كنت فاكرهم يعني يعني بالنسبه لي كويسين. مين اكتر منتخب برضو لفت نظرك في هذه البطوله بجانب منتخب بلدك طبعا كاب فيردي احد اهم مفاجآت هذه البطوله، مين منتخب تاني كنت معجب بيه؟ انجولا كانت، انجولا كاب فيردي انجولا كاب كانوا فيردي وبعد دوس كده بوتوس انجولا. جالو لا كومبيتيسيون كي لي جيت ابا سبيرا كنا محدش كان متخيل ان بوتوس انجولا هتعمل باسالتي كولوس العروض اندر اللي كابيل عملتها دي بالطريقه بورتو دي. باراباش بوركي كومبيتيرو لعبت ديموستراو ماتشات كي كويسه، نوتوس ولكن فايس تاي الحظ زي ما نوتوس انا قلت لك نوتوس في فايس البدايه تاي ما كانش تاليت محالف تاي انجولا، ولكن كومبيتور انجولا كان جادورش فريق محترم. كاسكي كوتو سالاش كاتاماي شكلك ليا انت دافا برضو وكريم سبيس مصمم ان انا اعيد نفس كلامي ميسي تاني، دوس منتخب ريفريش مصر بوسوس ولكن ما بوركي كانش تيمو الحظ معاه بورتابوس خالص، ولكن بالنسبة لي انا ليا فلاد دي كانت احسن كي منتخبات ديموستراوش موجودة كي طبعا بوديمو ستار بعد اكسبتاي فريق ترانسليشنز كاب فيردي. كومو فيزيمش. لا هو الحقيقة ما كنتش عايزك تقول مصر بصراحة، انت فهمتني غلط، عشان عارف ان منتخب مصر ما قدمش مستوى كبير في هذه البطولة، بس انا حقيقي بشكرك شكرا جزيلا ان انت كنت موجود معانا النهارده على التلفزيون المصري برنامج رقم 10، بالتاكيد نحب نشوفك في المستقبل موجود معانا في الدوري المصري. اوكي الشرف ليا كريم، انا مبسوط جدا ان انا معاكم على القناه المصريه عن طريق زوم، واتمنى ان المره الجايه ان احنا نتقابل عندك في الاستوديو وانا بلعب في احسن الفرق عندكم في مصر، اللي اي حد ممكن يعني يتمنى ان هو يلعب في الفرق اللي موجوده، واتمنى ده يعني، ومحدش عارف الحياه فيها ايه، بس اتمنى عن قريب ان انا اكون شايفك واشوفك في مصر. ده هيكون شرف كبير لينا، انا بشكرك شكرا جزيلا. جوزيه بيبي مهاجم منتخب جاب فيردي لاعب راي فالكانو الاسباني واحد اهم لاعبي كاس الامم الافريقيه الاخيره.